مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره، معي انا عبيد النفاع. حديثنا اليوم راح يكون عن النجم الشاب لنادي برشلونه الاسباني انسو فاتي. انسو فاتي هو لاعب ينحدر من اصول غينيه، يعني من غينيا بيساو. والده هاجر الى البرتغال وبعد ذلك الى اشبيليا وقضى فترات طويله في الشوارع يبحث عن طعام وقوت لابنائه قبل ان يلتقي بمين؟ برئيس بلدية المدينة التي كان يعيش بها ويصبح سائقا في تلك المدينة. أنسو فاتي بهذه الأثناء دخل إلى نادي اسمه إيريرا، طبعا ما حدا بيعرف مين هو، ولكن بعد ذلك انتقل إلى فريق إشبيليا، إلى ناشئي إشبيليا، ومن ثم بعام 2012 أصبح لاعبا في لمسية، وهو مواليد 2002، يعني لما انتقل على لمسية كان عمره 10 سنوات. أنسو فاتي تدرج في برشلونة بالفئات السنية فئة ورا فئة لحتى وصل إلى الفريق الأول الموسم الماضي، تم استدعائه للمرة الأولى وأصبح لاعبا في الفريق الأول في برشلونة، ولكنه لم يصعد رسميا حتى بداية الموسم الحالي مع رونالد كومان. في بعض اللاعبين يمتلكون القدرات، يمتلكون الإمكانيات، ولكن تشعر أن القدر لا يخدمهم، لا يقف في صفهم. أما بعض اللاعبين الآخرين فيمتلكون القدرات والموهبة وتشعر أن القدر معهم ويخدمهم بشكل كامل، وهذا اللي صاير مع أنسو فاتي فعليا. أنسو فاتي بعمر 17 عاما أو أقل، كان عمره 16 سنة و304 أيام لما شارك أول مشاركة له أعتقد مع برشلونة بالدوري الإسباني، وبالتالي هو أصغر لاعب يشارك مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، هو أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري الإسباني، هو ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري الإسباني عبر التاريخ، هو اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الوحيد الذي يسجل أكثر من هدفين في البطولة وهو لم يبلغ 18 عاما بعد. البعض يقول أن أنسو فاتي سيكون ليونيل ميسي آخر وسيكون امتدادا لسلسلة النجوم التي أنجبها برشلونة، نعم، ولكن لن يكون شبيها لميسي، فميسي لا يكرر، وقد يكون أنسو فاتي أيضا اللاعب الذي لم يأتي لاعب مثله من قبل ولن يأتي بعده لاعب بمثل هذه الطينة وهذه الخامة التي يمتلكها. ما يميز فاتي عن بقية اللاعبين اللي ممكن الناس تشوف أنهن راح يكونوا نجوم كرة القدم بعد ميسي ورونالدو هو الفاعلية. فاتي لاعب ذو عقلية فذة حقيقة، لاعب ذو شخصية قوية جدا، لاعب فعال يفكر فقط بتسجيل الأهداف، لا يفكر بالطريقة التي يسجل بها الهدف، لا يفكر بالاستعراض. وهون برجع وبتذكر لاعب كان دائما في نقاش حوله وهو نيمار. نيمار لاعب مميز جدا، لديه كل القدرات الممكنة، لديه كل الإمكانيات والأدوات ليكون حقا يعني نجم من نجوم العالم وظاهرة في عالم كرة القدم، ولكن نيمار كان يعيبه شغلة واحدة أيام ما كان لاعب مع برشلونة، وهي فكرة الاستعراض وحب الظهور والتباهي وفرد العضلات كرويا أكثر من الفاعلية وتسجيل الأهداف. فاتي يتميز بأنه لاعب هادئ، لاعب ذو شخصية قوي جدا، ولاعب يسجل الأهداف بأقصر الطرق الممكنة، وهذا الشيء اللي بيحتاجه أي فريق بعالم كرة القدم. فاتي في بعض المباريات كان أكثر فاعلية خلال الموسم الحالي من ليونيل ميسي حتى. نعم ميسي يمر بفترة تراجع وتذبذب في المستوى، وهذا لا يعني أن فاتي أفضل من ميسي، ولكن هذا يعني أن اللاعب الذي لم يبلغ بعد 18 عاما يمتلك شخصية مرعبة حقيقة أنا لم أرها من قبل في عالم كرة القدم. أخشى على فاتي ما أخشاه من موضوع الشهرة، بعده ما وصل لمرحلة الشهرة، ما وصل للذروة، ما وصل لأنه يصير حديث السوشيال ميديا. وكم لاعب شفناه خلال السنوات الماضية كان مشروع نجم كبير جدا وفجأة قضت عليه الشهرة وقضت عليه مواقع التواصل الاجتماعي. فهل ينجح أنسو فاتي بأنه يتعامل مع هذا الموضوع؟ هل يمتلك حقا العقلية التي يمتلكها داخل الملعب خارج الملعب؟ هذا ما سنراه في قادم السنوات، مما سيقدمه هذا النجم والشاب الصغير الذي أراهن شخصيا على أنه سيكون أحد نجوم كرة القدم خلال الفترة المقبلة. ولن يكون ميسي، ولن يكون رونالدو، ولن يكون رونالدينيو أو زيدان أو بيلي أو مارادونا، سيكون أنسو فاتي الوحيد الذي لم يأتي لاعب مثله وقد لا يأتي بعده، فهو عنده الإمكانيات ولكن فقط يحتاج
إلى صقل الموهبة، إلى خيارات صحيحة، وإلى عقلية قوية جدا وصلبة داخل والأهم خارج أرضية الملعب. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعض الصافرة، إلى أن نلتقي متى؟ الأربعاء المقبل. كونوا بألف خير.